شوي بتوجع برلين حلوة وملانة ناس بس بشتاق لأم صبري وبشتاق لك بالأساس جاي لك برلين. بس وصلنا هون على منطقة بتحس حالك بالشام أو بحلب. تركز يا عبت سقسق عبت سقسق مع شوية ليمون. يا عيني يا عيني يا ابن جيب يا عيني. السلام سلام سلام عليكم، معكم موسى الحلو بفيديو جديد. فيديو اليوم هو سفرة مفاجئة لعاصمة ألمانيا الاتحادية مدينة برلين، وراح يرافقني بهاي الرحلة صديق لألي عم بيجيب أكل حاليا هون من المطعم، لأنه عنا تقريبا حوالي ربع ساعة انتظار لحتى ناخذ القطار اللي بعده، وبعدها مكملين باتجاه العاصمة. طيب ليش قررنا انه نسافر على برلين بشكل مفاجئ؟ القصة صارت انه شركة القطارات الألمانية اهدت جميع المواطنين بألمانيا تيكت لمدة اسبوعين يزوروا فيه كل مدن ألمانيا اللي بدهم اياها وقد ما بدهم. ممكن تستخدم اي وسيلة مواصلات، باص، قطار، اي شيء بدك اياه بتستخدمه وبتمشي. عشان هيك قررنا نستغل الوضع ونروح على برلين يا معلم. حاليا انا بمدينة اسمها ايزنخ، شكلها مقبول، عم نجيب بس اكل وبعدها مكملين على محطة القطار وباتجاه العاصمة. هذا هو التيكت يلي بتمشي فيه بكل ألمانيا. هون بس سجلت معلوماتك، وهي رقم الاكتتاب الجامعي، اكتتاب رقم بطاقة الجامعة، وبس هلا اجوا سووا كنترول وطلعت كل شيء تمام. جاي لك برلين. وصلنا على ألمانيا الشرقية وحاليا نحن بالقطار، بس قاعدين هون قاعدة عرب شيء مرتب بهذا اللونج. عندك هون بانوراما وراك، تحسن تشوف كل المناطق اللي حواليك. تفضل تفضل معي. هاي عندك هون خبرة القيادة لما القطار بده يروح بالاتجاه الثاني، بس حاليا ما في شوفها. انا بشوف اروح. عندك هون اللونج، هون بتجي انت مع رفقاتك مع العيلة بتقعد وتتفرهد. هون عندك المناظر الطبيعية. بس ماي فريند يعني ملينا صراحة وما في شيء نسويه يعني. بدي اجيب القهوة. اروح من هون. تركز يا. تشاو. ماي فريند اخذنا هلا هيك شغلة سناك مشان نتسلى فيها. ومكملين طريقنا. على الأول. أنا ليش عم بطلع بالشاشة؟ ماي فريند وصلنا محطة برلين الرئيسية. بعد مشوار طويل بالقطار صرنا هلا على المحطة وراح نروح باتجاه الهوستل. طايرة طابقين أو ثلاث طوابق المحطة مرتبة. هلا راح نروح على الهوستل وبعد ما نروح ناكل بشارع العرب إن شاء الله. خليك معي. شوي بتوجع برلين حلوة وملانة ناس بس بشتاق لأم صبري وبشتاق لك بالأساس. ماي فريند وصلنا على الهوستل وأخيرا. هاي غرفة الهوستل، سألك جولة بسيطة. أضبط التخت أول شيء، حطت شراشف، أضبط الوضع. هذا هون راح يكون تختي. هاي هون في بلكون وعنا خزن مشان نحط فيه الأغراض. هاي هون معنا واحد أمريكا، وهاي هون في تختين. يعني غرفة لطيفة مع بلكون وطلع على الشارع وعلى الحديقة. راح أنزل أول شيء أسوي تيست مشان أعطيهم إياه هون بالهوستل، وبعدها نروح نتعشى، وإن شاء الله نروح نتعشى في شارع العرب. لا تضر لك ضحك. استطلع وجهي. راح نتعشى، راح نطلع بعد ما نسوي التست راح نطلع على شارع العرب مشان نتعشى، نضرب لنا هيك عشاء مرتب وننام مرتاحين، وبكره بنكمل الرحله هون ببرلين. ماي فريند جينا هلا على المطعم الدمشقي، هذا شكله مطعم مشهور هون ببرلين ومفروض يكون اكله طيب، فراح نجرب الاكل عنده وبعدها نرجع على الهوستل. طرقنا مشوار كثير مرتب. بس وصلنا هون على منطقة بتحس حالك بالشام أو بحلب، يعني
أسامي المطاعم كلها مكتوبة بالعربي، وهذا واحد من أشهر المطاعم اللي موجودة هون ببرلين. والله ما بزعلك، والله جايك. خلاص صح. إيش إيش هالعشاء الطيب هذا؟ عشاء ملوك هذا. عشاء ملوك والله. ابتسامة هيك مرتبة. تجيب تأكل هون أنت دائما؟ شو الأكل؟ أكل ملوك. مبدئيا هاي وجبة الشاورما العربي، وهاي تفضل اخواتي عنا يسلمون. اسلموا الايدين والله. عم بتسقسق عم بتسقسق عم بتسقسق. علامة كويسة على الكبة انه عم بتسقسق. جرب الكبة اول شيء. قضمة اخرى. لا طيبة، ما عجبتني. جيدة، سقسعة منيح بالدهنة، جيدة. هو المنيحة انه دهنتها كتيرة ف هو طعمة ما بتنزل ناشفة، ما بتنزل طرية، ما بتنزل عمالية، بتنزل بالشرايين. ما في داعي لغمطة بالإيدين أطيب. قول بس خذهم عادي من الطاولة شيله. هات اعطيه ملح، اعطيه ملح. يلا اخي. لا منيحة. خرج الواحد يجي يجرب الكبة عندهم مع شوية ليمون. يا عيني يا عيني يا ابن نجيب يا عيني. شو عزيمة عليك اليوم؟ ها عيدة. انت دفعت شي ليش؟ ها؟ دفعت شي؟ لا بس يعني انه خلص انسى الموضوع. نطلع السفرة بلوش، يعني كل شي بيطلع اخر شي على بلاش. الله اجى دور الشاورما العربي. حط هيك غمسها بالثوم على المظبوط. مع ولازم تسمع القرشة من الطرفين، من هون ومن هون. اذا ما في قرشة معناتها الوضع مو تمام. مرة ثانية. والمهم انه اسعارهم كمان كويسة. يعني مثلا الكبة المشوية بيورو 80. وجبة الشاورما صراحة مدعومة وكبيرة، سعرها 6 يورو. والعيران بيورو واحد، يعني لشخصين تاكل وبتشبع ما بتدفع 20 يورو تقريبا. هيك طلع حسابنا 20. الفريند هون والله بتشتاق لأكلات الشارع، هيك تقعد بالشارع على الرصيف تضرب شاورما، تروح على البيت أستاذ، ترجعك لأيام سوريا، أيام الحب الجميل. ضربنا مشوار طويل وتعبنا، بس يعني كان المطعم كويس. شغل باكد لك اياها، ترجع على بيتك مبزور. حلو هون انك دايما بتسمع عربي، كل ما مشيت شوي بتسمع عربي وبتشوف عرب، قليل تشوف اجانب. يمكن انا الشخص اللي معي شكله هو اكثر واحد اجنبي بيناتنا اللي هو انت. صح. وفي شغله كمان كثير حلوه عجبتني هون، محلات الاراجيل. يعني هاي كمان قليل تلاقي في بألمانيا محلات أراجيل موجودين هيك على الشارع مباشر على الشارع العام، والناس قاعدة وعبت أرجل والحياة حلوة. اوكي ماي فريند، رجعنا حاليا على الهوستل. تعبنا من المشي ومن الاكل، نحط راسنا وننام ونكمل بكره الرحله.